بالنسبة للينكس، السيستم كله بيتكون من حاجتين زي ما احنا شرحنا قبل كده، اما فايلز او دايركتوريز. والفايلز او الدايركتوريز الحاجة الوحيدة اللي بتتحكم فيهم هي البيرميشنز، ولو انت فاهم البيرميشنز كويس انت فهمت اللينكس بريفليج اسكليشن بيبقى ماشي ازاي. بالتوضيح كده، البيرميشنز في اللينكس خلينا نقول ان هي علاقه بين اليوزرز اللي على السيستم والجروبس اللي تابعه ليها اليوزرز دول، والاثنين يقدروا يتحكموا في الفايلز او الدايركتوريز على حسب البيرميشن الموجوده ليهم. يعني انا عندي على سيستم اللينكس في دايركتوريز وفايلز اللي بيتحكم فيهم اليوزرز اللي على السيستم والجروبس اللي اليوزرز دول فيهم، اللي بيحكمهم بقى هي البيرميشنز دي. بالنسبه للجزء الاول وهو اليوزرز والجروبس، ممكن يكون اليوزر الواحد موجود في اكتر من جروب، في المقابل ممكن يكون الجروب الواحد بالطبع يحتوي على اكتر من يوزر. طيب نيجي على الجزء اللي بعديه وهو الفايلز والدايركتوريز. الفايلز والدايركتوريز بيكون متحدد ليهم مين اليوزر اللي يقدر يتعامل معاه ويتعامل معاه ازاي، وكذلك ايه المجموعات اللي تقدر تتعامل مع مثلا الملف ده. ناخد ملف مثلا على سبيل المثال هو الملف ده كده، ده متحدد له مين اليوزر الخاص بيه اللي هو ده يقدر يعمل ايه في الملف، وكذلك المجموعه التابع ليها، واي حد تاني على السيستم يقدر يعمل في ايه. طب عرفت الكلام ده منين؟ عن طريق الرموز الغريبه دي هنشرحها دلوقتي. لو بصينا مثلا على اليوزر هنلاقي كل اليوزرز اللي في السيستم موجودين بداخل ال ATC pass WD. حتى نعمل split cut داش دي داش اف واحد، دول كل اليوزرز الموجودين على السيستم، والهاشز الخاصه بيهم موجوده في ال ATC shadow. طب ايه هي الهاشز دي؟ الهاشز تعتبر يعني تقدر تقول هي الباسورد بس مش بشكل صريح، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشرح كل حاجه لها علاقه بالباسورد نقدر عليها يعني. طيب بالنسبه للسيستم كلينكس بيعرف اليوزرز اللي على السيستم بتاعه عن طريق حاجه اسمها اليو اي دي، الانتجر يوزر اي دي. لو كتبت مثلا اي دي هتلاقي بيقول لي ان ده اليو اي دي الخاص بيك رقمه 1000. لو عملنا كات لاي تي سي باس دبليو دي هلاقي مكتوب الاي دي موجود هنا كده، وان السيستم مثلا بيعرف ان الروت الاي دي بتاعه 0 والى اخره. طيب لو الجروب، لو هنتكلم مثلا على الجروبس، فالجروبس برضو موجوده في اي تي سي جروب. خلصنا من اليوزر والجروبس، نروح على البيرميشن الثاني اللي ده شيل اتش على الفايل ده. البيرميشن نفسها بتتقسم لثلاث حاجات، هما الريد والرايت والاكسكيوت. اول ثلاثه ده بيقول اليوزر اللي هو اسمه ليمبو ده يقدر يعمل ايه في الفايل ده. التلاتة اللي بعديهم بيقولوا الجروب اللي منضم ليه اليوزر ده اللي اسمه ليمبو يقدر يتعامل ازاي مع الفايل. طبعا كل حرف ليه دلالة معينة. اخر تلاتة بتقول ان اي حد بيسموه مثلا اللي هو الورلد، اي حد تاني على السيستم يقدر يعمل ايه مع الفايل ده. الار للريد والدبليو للرايت والاكس للاكسكيوتابل ان هو ارنه يعني. طيب هتقول لي ايه الداش اللي في الاول دي؟ دي معناها بتقول لك ان ده فايل مش دايركتوري. لو عملنا مثلا مقدير اكس هتلاقي بيقول لي ده اوله دي معناها دايركتوري، ده اوله داش معناها ان ده فايل. طيب تعال نفهم اكتر عن الثري بيرميشنز لو هنتكلم على فايل بس. اول حاجه اللي هي الريد، ودي ببساطه بتقول لك هل انت تقدر تقرا محتوى الملف ولا لا، وبعديها الرايت هل اقدر اعدل على الملف ده ولا لا، وسيف تمام قدرت اعدل عليه. والحاجه الاخيره هل اقدر اكسكيوت الملف ده ولا لا، طبعا انا اقدر. طيب بالنسبه للدايركتوريز، يعني بالنسبه للدايركتوريز الموضوع هيبقى مختلف شويه. لو قلنا مثلا البيرميشن بتاعه الاكسكيوشن اللي هي في حاله الفايل بتخليني اقدر اشغله، طب في حاله الدايركتوري هتخليك تقدر تخش بداخل الدايركتوري ده وتشوف اللي جواه، ولو البيرميشن دي مش موجوده اللي هي بتاعه الاكسكيوشن فلا البيرميشن بتاعه الريد ولا الرايت هتشتغل. ليه؟ لان انت اصلا مش قادر تاكسسه، فطبيعي مش هتقدر تتعامل معاه. طيب بعد كده الريد، الريد بيخليك تقدر تعرض الحاجات اللي بداخل الدايركتوري ده، والرايت بالطبع هيخليك تقدر تنشئ او تمسح ملفات من الدايركتوري ده، او حتى تحط سب دايركتوريز ثانيه موجوده بداخله. طيب الكلام ده كله بسيط وسهل ومفهوم، تعالوا نيجي بقى على الحاجه فعلا المهمه وهي اهم جزء في البيرميشنز حتى نقدر نصنفها بانها سبيشال بيرميشنز، لانها دايما مش بتبقى موجوده على كل الملفات، وهما السيت يو اي دي والسيت جي اي دي. السيت يو اي دي بيرميشن لو لقيتها موجوده، لو لقيت البيرميشن دي موجوده على ملف معين فانا هقدر اعمل ران للملف ده بصلاحيات اليوزر بتاعه، صلاحيات اليوزر اللي هو عامله اللي هو هيبقى ليمبو ده مثلا، حتى لو انا كنت شخص ثاني خالص، حتى لو كان الروت نفسه. على سبيل المثال فاكرين في الجزء الاول من البريفليج اسكليشن انا كان عندي الكرون تاب او التاسكس اللي كانت معمول لها سكيدجول وبترن كل شويه، از روت كان بيرن لي الملف ده وبينفذ الكوماند بتاع سيتش مود هيغير البيرميشن كلمه يو بلس اس، وانا ما شرحتهاش ساعتها للمكان ده. طبعا البين داش او البين اس اتش بشكل عام هو مجرد شيل، يعني انا مثلا ضغطت على انتر فتح لي شيل اهي، هطلع منها تعالوا ناخد منها كوبي هنا كده بقت موجوده عندي كلمه الاس اتش هنا، هرنها عادي موجود هو ام اي لسه ليمبو
اطلع منها. لو الاحظ البرميشن اللي عليها هلاقي ان هي فايل اقدر اريد ورايت واكسكيوت الملف ده من اي مكان على سواء كنت اي حد على السيستم. طيب خلونا نعمل حاجه ظريفه دلوقتي, sudo cpsh ونسميه مثلا shell. خدت نسخه من الsh ده وهسميها كلمه shell, عاد اي اسم مش مشكله. هلاقي ساعتها ان اليوزر اتغير للروت والجروب اتغير للروت. كان ممكن ببساطه جدا اكتب chown واكتب root واسم الفايل وهيتغير عادي جدا, بس انا يعني ايه ما علينا. طيب حاليا عندي شيل اليوزر بتاعه الروت. لو هرجع للصلاحيات هلاقي ده الخاص باليوزر اللي هو الروت, دول خاصين بالجروب اللي هو الروت, ودول خاصين باي حد على السيستم يقدر يريد او يكسكيوت الفايل ده. هشغله هو AMI شغال بالصلاحيات بتاعت عادي. طيب لو جيت عملت شينج مود خليها بالسود الاول, يو اللي هي اختصار لليوزر, هخلي اليوزر ده بلس يعني هضيف الصلاحيه بتاعت اس وهي السيت يو اي دي, وده الرمز مش موجود ما بين الرموز ده خالص, بس هو ده اللي بيمثل السيت يو اي دي. ودي له الشيل. طبعا لو حشت اليو كده وعملت بلس اس هيطبق على الجروب واليوزر, عملت جي بلس اس هيطبق على الجروب بس, فاحنا هنخليها مثلا اليو عادي ولا انتر. يعني انا قصدي الاس نفسها هتضاف هنا, لو عملت جي بلس اس هتضاف كمان هنا. طيب الاس ده شيل اتش شيل, هلاقي بقى لونه احمر ومكان الاكسكيوشن بقى موجود اس. ده معناها ان اي حد هيرن الاكسكيوتابل ده او هيرن الفايل ده هيشتغل معاه بالبرميشن بتاعه صاحب الملف واللي هو الروت. تعالوا نشغله هو AMI لسه ليمبو, بس عشان حصل دروب للبرميشن بتاعتي هضيف بس داش بي ودوت انتر, هلاقي نفسي هو AMI الروت. ده كان يعتبر الاساس اللي لازم تفهمه عشان تفهم اللينكس بريفليج اسكليشن, لان انت عندك سيرفيسز كتيره جدا والسيناريوهات اللي تقدر تجيب بيها بريفليج اسكليشن كتيره, بس لو انت مش فاهم الكونسبت او المبنى عليه الكلام ده كله مش هتقدر تتصرف. ما تبقاش حافظ الحاجه بس, افهم الاساس بتاعها ماشي ازاي عشان تقدر تبني عليه. طيب فهمنا الاساسيات بتاعت اللينكس والخاصه بالبرميشن, تعالوا نطبق بقى ايه او نشوف حاجه نبص عليها. هاجي هنا على تاني الرومز, المرة ده هنختار لينكس لينكس اهي, نختار الفري. الفرق ما بين الفري والاشتراك المدفوع مجرد ممكن مثلا تقول 50 ماشين ولا حاجة, بتبقى الانترنت عليهم اسرع والماشين افضل مش في لاج والكلام ده كله. التانية كانت ويندوز ارينا, اعتقد دي برضه تبقى اسمها لينكس ارينا. تعالوا نبحث هنا اهي لينكس ارينا, هديبلوي المشين ديبلوي وتاخد وقتها عما تشتغل. تقدر حتى تبدأ لينكس ماشين تأتاك منها, حتى لو انت مثلا ما عندكش لينكس سيستم هنا تقدر تشتغل ويفتحوا لك في ام وير, بس للفيرجن الفري هي مره واحده بس في اليوم. خلينا نكونكت عن طريق الاس اس اتش افضل من الكلام اللي عاملينه ده. تي سي ام وهاكر 1 2 3. اس اس اتش تي سي ام, ايه ده فين الاي بي؟ هو انا اعتبر مش شايف الماشين اصلا ليه كده؟ هي بتاخد وقت عم تكونكت. تمام. طبعا احنا بنبني كل الاحتمالات دلوقتي في البريفليج اسكليشن, ان انت خلاص لقيت الفلنربيليتي وقدرت انك تعملها اكسبلويت واخدت شيل مبدئيا هنا كده. في بعض الحالات ممكن يبقى بدايه الشيل بتاعك يبقى عباره عن اليوزر بتاع اللي هو الدب دب دب داتا. لو انت مثلا قدرت انك تخش عن طريق ار سي اي موجوده في الابلكيشن, فانت غالبا اليوزر بتاعك اللي هتنط بيه على الماشين هيبقى الدب دب داتا. طيب بعد ما بتنزل على ملف الدب دب داتا, في البدايه بتبدا انك تدور مثلا على الفايلز اللي مشغله الويب سيرفر ده. اكيد مثلا بتتكلم مع قاعده البيانات فتبدا تفتش في الفايلز بتاعت قاعده البيانات دي, او تبدا بمعنى صح تشوف اسكيليشن يوديك او تهرب من الدب دب داتا يوزر على اليوزر المفروض هو على السيستم, يبقى يوزر عادي خالص مش مجرد يوزر خاص بسيرفيس, ومن اليوزر الخاص بسيرفيس ده تروح تدور على انك ازاي توصل للروت. فنفترض ان احنا حاليا على اليوزر اللي على السيستم وعايزين نوصل للروت, اول نصيحه لازم تجربها تكتب sudo -l بس. ده هيعرفك
ايه هي الكوماند اللي بتشتغل بالسودو بصلاحيه السودو لكن مش محتاجه منك تكتب باسورد، صلاحياتها عاليه مش محتاجه منك تكتب باسورد. لو هنبص على سبيل المثال الحاجات دي كلها، ناخد منهم حاجه زي الفيم. هتقول لي فيم ايه؟ انا هتفيدني في ايه الفيم؟ فاكرين في الحلقه اللي فاتت الخاصه بالويندوز قدرنا نشغل الانترنت اكسبلورر وهو شغال كسيستم، هو اصلا وظيفته ان هو مجرد متصفح، لكن بطريقه ما قدرنا نخليه يرن لنا cmd.exe. نفس الموضوع بالظبط هنطبقه هنا. طيب انت بعد ما تكتب sudo -l ويجيب لك التولز دي كلها، روح على جوجل على طول، اكتب مثلا vim privilege escalation. تعالوا نجرب vim privilege escalation، هتلاقي ان فينا اكتر من طريقه تقدر تسبون بيها او تنادي بيها على الشيل عن طريق الفيم. لو ناخد مثلا على سبيل المثال ده كده وامي انا غلطان اساسا انا فتحت الفيم، من اكتر الحاجات اللي بكرهها بجد. نبي سيبنا اطلع اخيرا. بصوا سيبوكم من الفيم، نشوف مثلا الان ماب. ارتدوا لازم اواجه مخاوفي، لازم نتغلب على فيم وهنختار فيم. طيب بعد ما اتاكدت ان هي بتشتغل بالسودو عادي من غير ما يطلب منك باسورد، هنكتب سودو فيم وكان الكوماند كان ايه، هو اس بيسبون بيها البين اس اتش، نكتب قبلها سودو وحاليا مش هيطلب منك باسورد، وضغط انتر واماي قال لك ان انت روت. طبعا ممكن تابجريد الشيل ده زي ما انت عاوز، وكلمنا على الجزئيه بتاعه الابجريد ده قبل كده. نقفل دي، نهار ازرق فعلناها من اول مره. نفس الموضوع بالظبط بالنسبه لان ماب، نفس الموضوع بالظبط بالنسبه لاي تول. هنا تاخد اسم التول وتكتب جنبها في جوجل بريفليج اسكيليشن. نجرب مثلا ان ماب سودو ان ماب. انا فاكر ان ان ماب ده اصلا فيرجن قديم منها، فيها نظام اسمه انتراكتيف، تكتب داش داش انتر اكتيف وبيقدر يخليك تنفذ كوماند. لو عملنا الشكل ده كده ls هلاقي الكوماند اتنفذ، لو عملنا وامي هلاقي بيقول لك ان انت الروت. وطبعا ما انساش لو حابب تابجريد الشيل بتاعك عن طريق البايثون والموديول بتاع البي تي واي، بي تي واي دوت سبون والبين باش، عشان تخليه انتر اكتيف زي الاس اس اتش. هو حاليا اصلا انتر اكتيف، مش محتاج اخليه اكتر من كده. طيب اعتقد كده المبدا بتاع البريفليج اسكيليشن اتفهم كويس قوي سواء في الويندوز او اللينكس. ما بقى عليك بس ان انت تطبق على حاجات شبه الكيرنل اكسبلويت، تشوف الفيرجن بتاعه الكيرنل، تبحث في جوجل الفيرجن كذا وتطبق الاكسبلويت، يعني حاجات بسيطه جدا. هنا مثلا دي ديرتي كاو اكسبلويت خاصه بالكيرنل اكسبلويتيشن، وغيرها حاجات انك تدور على الستورد فايل في الكونفيج فايلز والاس اس اتش برايفت كيز والفايل بيرميشنز. طيب هل انا ادور على الكلام ده بايدي؟ اكيد لا. فتعال نشوف حاجه زي لين انم ونشوفها وهي شغاله، وانا بفضل حتى اللين بيز عنها. ده الكود الخاص بيها نانو، اعتقد ممكن نلاقيها هنا سي دي تولز موجوده لين بيز هنا، هشغلها. بس طبعا زي ما احنا شايفين كل الحاجات كولورد، والحاجات الكريتيكال هيعلم لك عليها بحيث انك تبقى سهل قوي تبص عليها في الاول. وهنا بيدور على كلمات معينه زي كلمه باس، باس دبليو دي وغيرها. تعال نبص من الاول كده بس نظره سريعه عليها، هو بيطلع ايه بالظبط. من اول هنا كده بيقول لك الالوان بتصف ايه بالظبط، بعدين بيبدا يجمع لك معلومات عن الماشين، اللينكس فيرجن والكلام ده كله، والسيستم انفورميشن، الهارد ديسك، الانفيرمنت فاريبلز، الديفايسز الكونكتد، السوفت ويرز اللي موجوده، يعني معلومات كلها مفيده طبعا. بعدين السيرفيسز وكل اليوزرز اللي بيرنوا هنا. زي ما احنا شايفين الدب دب داتا ده مش خطر ولا حاجه، بس الروت هو هنا الكريتيكال، والبينك ده اللي هم اليوزرز العاديين التانيين. البيرميشن على البروسيسز، ننزل تحت شويه معلومات النتورك والليسن بورتس. هنا بيقول لك مثلا ان البورت 699 ده بيليسن على اللوكال هوست، ولين ماب مثلا مش قادر تشوفه من بره، فانت لازم تبص عليه تشوف ايه السيرفيس اللي شغال عليه دي، هو مستني ايه بالظبط. دي كل التولز بتاعت السودو داش ال اللي اتكلمنا عليها. قال لك الروت يوزر موجود بالطبع كده، يبقى موجود هنا موجود، وتسجيل الدخول بتاعه كان امتى. بيقول لك الريموت لوجن ينفع على اس اس اتش متفعل، يعني حاجات معلومات كلها بيفصص لك السيستم جزء جزء. على سبيل المثال هنا مثلا بيقول لك اي كان ريد شادو فايل، قادر ان هو يشوف الباسورد الهاش دي الخاصه باليوزرز دول كلهم، وده طبعا ما ينفعش لاي يوزر عادي انه يشوفهم، يعني ده مش الباسورد ده الهاش، بس انت تقدر تكراك الهاش ده. حوارات الهاش والباسورد والكلام ده ان شاء الله في الموديول الجاي، بس ستيل ده كريتيكال جدا. قال لك ان لو مثلا في التيمب هنا باك اب فايل، لازم طبعا تبص عليه تشوف مثلا الباك اب فايل ده موجود فيه ايه بالظبط. ممكن يبقى موجود فيه تكست فايل فيه باسورد ويوزر نيم. وبشكل عام بيقول لك برده تقدر تبص على الهيستوري فايل، ممكن يبقى مطلوب مني ان انا اكتب هنا كده مثلا اسجل دخول على سيرفيس معينه زي ماي سيكوال مثلا باليوزر نيم الروت، واكتب الباسورد مثلا الباسورد بتاعي، فده هتتسجل في الهيستوري هنا كده.
دي برضو حاجة ممكن تاخد بالك منها، الحاجات دي ما بتنتهيش تقريبا، اهي انتهت. بشكل عام شفنا اللينكس وفهمنا الكونسبت بتاعه وماشي ازاي، بصينا على اللينكس ارينا، وبكده نكون انتهينا من البريفليج اسكليشن بشكل عام. مراجعة سريعة بقى، فهمنا ايه هو البريفليج اسكليشن؟ هي مجرد محاولة ان انا اصعد الصلاحيات بتاعتي لحد اعلى مني، او ان انا اوصل لاي اكونت تاني انا عايزه على السيستم، عن طريق اني بستغل اما مسكنفيجريشن او اوريدي ثغره موجوده في سيرفيس او الكيرنل والى اخره. عرفنا قد ايه مهم انك تجمع معلومات قبل ما تبدا مرحله البريفليج اسكليشن، وانها مهمه بالظبط زيها زي الانفورميشن جازرنج اللي كنا بنعمله قبل ما نترجت السيستم من الاول، وانها تعتبر مرحله منفصله تماما، بيبقى ليها ترتيبات تانية وحسابات تانية خالص. لكن في نفس الوقت كل المعلومات اللي انت بتجمعها خلال الرحله بتفيدك في الحالتين، سواء في الاول او حتى في البريفليج اسكليشن. عرفنا الطرق المانيوال وعرفنا الطرق الاوتوميشن بتبقى شغاله ازاي، سواء على الويندوز واللينكس، واشتغلنا على الويندوز وفهمنا المبدا الخاص بالبريفليج اسكليشن ده بيبقى ماشي ازاي. ان انا بيبقى عندي سيرفيس شغاله بصلاحيات اعلى مثلا، وانا بحاول اطوع السيرفيس دي ليا عشان اوصل اللي انا عايزه. كان في اكسبلويتس ما بتشتغلش غير على ويندوز بس، زي مثلا الانكوتد سيرفيس باث والريجستريز وغيرها. وطبقنا على لينكس، فهمنا البيرميشنز وعرفنا ان هي اساس السيستم كله، لان السيستم ما هو الا فايلز ودايركتوريز، والاثنين دول بيتحكم فيهم اليوزرز اللي على السيستم والجروبس الخاصه بيهم. اللي بيحكم ده كله بقى هي البيرميشنز. شفنا السيت يو اي دي وازاي بتاثر على الفايل، بتخليه رن بصلاحيه اليوزر اللي عامل الفايل ده، او السيت جي اي دي بتخليه رن بصلاحيه الجروب. وخدنا امثله كتير عن ايه الحاجات اللي انت بتبص عليها وانت بتحاول تعمل بريفليج اسكليشن. اكسرسايز، حاول تتدرب قدر الامكان على تراي هاك مي، لانه بسيط جدا والماشينز اللي عليه بتبقى ايزوليتد، يعني ممكن تبقى انت لوحدك على الماشين، مش زي هاك ذا بوكس بيبقى الموضوع صعب حبتين هناك، غير انه بيرميك مره واحده على الماشين في هاك ذا بوكس ولك اتعامل. انما في تراي هاك مي بياخدك واحده واحده، يبدا يعلمك يديك هنتس، انما مفيش الكلام ده خالص في هاك ذا بوكس. حاول تتدرب على الويندوز ماشين اكتر من اللينكس ماشينز، وده لانه عدد الويندوز ماشينز اللي انت هتقابلها خلال السي تي افس او التشالنجز اللي بتحلها تبقى قليله جدا، مفيش حد بيعمل ويندوز ماشين كتير. في المقابل هتلاقي معظم تحديات السي تي افس وكل الكومبيتيشنز بتبقى لينكس، فاللينكس متوفر في كل مكان. ليه انا بقول ده؟ لانه اصلا في الريال وورلد سيناريوز انت بتقابل ويندوز اكتر من لينكس. لو بتتكلم مثلا على الانفايرمنت في كومباني معينه، اه موجود لينكس عادي كتير جدا، بس احنا بنتكلم ان الويندوز هو المين اوبريتنج سيستم اللي انت بتحاول تتارجته. واخر حاجه اقدر اقدمها، بعد ما تخلص على تراي هاك مي لازم ضروري تتنقل على حاجه زي هاك ذا بوكس وتتدرب هناك وتحاول توصل لبرو هاكر رانك. واشوفكم في الحلقه الجايه.